عن إلى الله عز وجل لرفع البلاء وكشف الغمة عن بلادنا وعن جميع بلاد المسلمين والبشرية جمعاء. تتنافى مسلكية بعض المتسولين على الطرقات العامة مع ما يوصى به من تدابير السلامة ضد جائحة كورونا، الأمر الذي يثير قلق الكثيرين من أن يكون هؤلاء المتسولون سببا في نقل الفيروس. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. مجموعات من المتسولين تمضي يومها عند ملتقيات الطرق وعلى ناصية كل شارع، تتحول من يمين الطريق إلى شماله حسب إشارات المرور. منهم من يتسول منفردا، ومنهم من آثر أن يشرك كل أفراد الأسرة، فحتى الصغار تعلموا مد اليد واستطابوا مناخ التسول الذي لا يفرق بين صغير ولا كبير. هذا جانب من صورة التسول زمن الكورونا في العاصمة نواكشوط. المتسولين قطعا خطر حقيقي، بهم اليوم يقربوا من رقاش ويكردوك، يقعدوا رقاش هم نفس المصاب، يقعدوا هم مصابين، وقطع عنهم آلية نقل العدوى في المجتمع بطريقة منتشرة بينهم يوميا، يجبر آلاف البشر. لا شك في أحد مصاب ولا في أحد مخالط. جميع المحورات عدلوها، يتعلقوا في رقاش، ما عالم يقوم يصوب، عيالتهم يقومون يصوب يتعلقوا فيهم. معناه شنو؟ معناه عنهم أدنى الإجراءات الاعتراضية ما هم قابلينها. الواحد يتم ماشيين يحكم شيباني بيدك، والله يحكم الشير بيدك، ما نعرف نحن، ما نعرف كان الفيروس. هاو الناس قطعا لا شك أنهم شكلوا بؤرا انتشار الفيروس، لأنهم هما يقبضوا الفضة من كل رقاج، والفضة اللي يقبضوا يوزعوه في أماكن التسويق، جرموا يا البوتيك يدفعوها له، جرموا يا البقالة يدفعوها له، جرموا يا كسكس يقبضوا، وجرموا ذاك اللحم، وجرموا ذاك وذاك وذاك. هذا من ناحية، من ناحية ثانية هما اللي هما ما هم متكايسين، هما لين يجي واحد اللي يطلب سرقة يحصروا عليه كامل، ولين يجي يخش فيك ويدافعوا كامل عليك. ماذا عن ثقافة المتسولين حول ملف الكورونا؟ وماذا عن مدى تقيدهم بإجراءات السلامة؟ كيف يحمون أنفسهم؟ وكيف يحمون الآخرين منهم؟ حاولنا أن نحصل على إجابات لهذه الأسئلة من المتسولين أنفسهم، لكن يد الرد والصد وأسلوب الإعراض قطع الطريق علينا. أسلوب المتسولين في عدم الاحتراز وعدم الانتباه إلى خصوصية المرحلة حسب ما يراه البعض قد يجعل منهم محطة نشطة لتوزيع الفيروس المستجد. عبدالله الصوفي، قناة الموريتانية، نواكشوط.